دي معاه، دي لابسه العقد الشانيل دي مثلا يعني، ايوه الفستان ده من عند ايلي صعب، ده من عند زهير مراد، وشايفين ان دي حياه جميله، تقول لهم ايه يعني؟ كل ده ورا ايه؟ بالعكس، الست بتحب كل حاجه حلوه. الست الطاقه الانثويه دي، الانوثه يا عيني، الطاقه الانثويه طبعا بتحب كل حاجه حلوه، عينيها تروح للحلو، تحب الشنطه. ليه؟ انت عايز اقول لك معلومه، مثلا اكتر مبيعات بتحصل في العالم هي للست، women products طبعا، المنتجات النسائيه، شنط، ميك اب، برفيومز، لبس، لان الست كونسيومر يعني بتستخدم الحاجات دي اكتر من الراجل. ليه بقى؟ ان الست بتحب الشياكه، الجمال، الشكل الحلو، حتى لو مثلا امكانياتها الماديه ما تقدرش، هتلاقيها برضو بتعمل اللي في امكانياتها، بس شكله حلو على ذوقها عاجبها. فطبيعي الست تطمح، طبيعي الست يبقى عايزه تكون وعايزه يبقى معاها. ليه؟ لا بالعكس، الدنيا جميله قوي، ويعني في وفره، في وفره في الخير وفي الرزق وفي المال وفي كل حاجه حلوه. انا شخصيا يمكن بجد دي فلسفتي في الحياه، ان الدنيا جميله